مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. من بعد غياب نشر دايلر بوستر الفيلم 3-2-1 أكشن اللي رح يلعب فيه دور كتير مهم واللي رح ينزل قريبا بقاعة السينما بدول الخليج، كم نسبة حماسكم لتشاهدوا دايلر بأول دور لإله بفيلم؟ بستوري على انستغرام شكر ريدا لكل المتابعين اللي عايدوه بمناسبة عيد ميلاده، كل عام وانت بألف خير. هلا وحبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. شكرا لكم على رسائلكم الحلوه، شكرا لكل واحد عايدني بعيد ميلادي. طبعا والله العظيم انتو فتشي، انتو شيء ثاني والله العظيم، فشكرا لكم من كل قلبي. اما نارين بيوتي فعم بتحضر لمفاجاه وعمل جديد، فشاركت اليوم ستوريهات من خلف الكواليس وتحضيرات للمفاجاه. ما رايكم شو عم تخبينا نارين كمفاجاه؟ هل هو فيديو كليب او شيء ثاني؟ اكتبوا لنا رايكم بخانه التعليقات. أما نور ستاش فنشرت هذا الفيديو وهي ترقص على أغنيتها الجديدة أبلوك. أخرت معي صورة صحابك قالوا مغرورة، الكلام ده ما يهمش لو آسف ما تسدش في الفن الطناش أنا واخد البطولة. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.